دشنت مجموعة سيتي المصرفية مركزاً عالمياً للتكنولوجيا في مقرها بمملكة البحرين، وسيكون مركز سيتي للتكنولوجيا الذي تم إطلاقه كجزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يهدف إلى خلق 1000 وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر المقبلة. شراكة استراتيجية تكنولوجية طويلة الأمد جمعت بين مجموعة سيتي المصرفية مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية للاستفادة من الكوادر البشرية في مجال البرمجة. طبعاً اليوم نشهد بكل فخر واعتزاز تدشين برنامج تدشين مشروع سيتي التكنولوجيا اللي راح من خلاله يتم خلق حوالي 1000 وظيفة في مجال البرمجة، وتمكين طبعاً تساهم في هذا المشروع من خلال دعم أجور توظيف وتدريب البحرينيين داخل وخارج البحرين. ولا شك أن مبادرات مثل هذه المشاريع تساهم بدون شك في تطوير القطاع المالي والقطاع التكنولوجي اللي يعتبرون اثنيناتهم أحد أهم البرامج، أحد أهم القطاعات اللي راح تساهم بشكل جدا كبير في تطوير الاقتصاد. هذا المركز معمول يوظف بحرينيين عندهم خبرات اللي هي بتتوفر لهالمركز. نحن هون نحن عملنا كمان دورات تدريبية للأشخاص اللي بتخرجوا من الجامعات واللي عندهم خبرة قليلة تنزيد إمكانياتهم الوظيفية، وبعدين رح نوظف بحرينيين عندهم خبرة بمجال التكنولوجيا تنقدر نعملوا هذا مركز لسيتي بانك عالميا. بحرينيين رح يروحوا مع سيتي بانك للخارج، وفي ناس من سيتي بانك عندهم خبرات من سيتي بانك برا رح يجوا لهون يعملوا يا مهمات بالبحرين يا يعملوا دورات تدريبية بالبحرين. سو رح نكون نحن عم نعمل مشاركة من البحرينيين في الخارج وبالعكس صحيح. وتأتي شراكة صندوق العمل تمكين مع سيتي المصرفية كجزء من جهود الصندوق المستمرة في خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات الأفراد من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية وتوظيفهم في القطاع الخاص. مركز تكنولوجي متكامل تم أطلاقه كجزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، ليصبح أحد أكثر المراكز تقدماً في المنطقة خصوصاً وإن هدفه الرئيس خلق 1000 وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.